عالم الجن عالم غير عالم الإنسان، وهم نوع من المخلوقات ذات الأجسام والأرواح، فهي عاقلة ومدركة ولها القدرة على التشكيل بأشكال مختلفة. متى وقعت الحادثة؟ ومن هم الغيالطة؟ وكيف دارت أحداث قتال بينهما؟ فضلا منك وليس أمرا، المرجو الاشتراك في قناتنا حنكة ليصلك كل ما هو جديد فور صدوره. على بركة الله. هناك في بطحاء مكة وعند بيت الله الحرام، ما بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، كان في جوار مكة واد اسمه ذي طوى، تسكنه امرأة عجوز لها ابن اسمه عبقري، قد تزوج في تلك الأيام. وفي اليوم السابع من زواجه أراد الطواف بالكعبة، فاستشار أمه العجوز، قالت له: لا مشكلة، حتى يظلم الظلام ثم اذهب. فرفض قرارها مجيبها قائلا: لا، إني أريد الطواف بالكعبة في النهار. فقالت له أمه العجوز: يا بني، أنا أخشى عليك من أناس قريش. كان هذا الجني عبقري مصرا على الذهاب في النهار، فأخذت تقرأ عليه بعض من الأذكار والمعوذات لكن بطريقتهم، فقالت: أعيذه بالكعبة المستورة، وبدعوات ابن أبي محظورة، وبكل ما تلا محمد من سورة، وإني لحياته فقيرة، وإني لعيشته مسرورة. فذهب عبقري متشكل على هيئة حية متجها نحو الكعبة، فطاف من حولها 7 مرات ثم انتهى فصلى 2 ركعتين، ثم اتجه نحو قبيلته الجنية. بينما عبقري راجع إلى قبيلته ضيع طريقه متجها نحو حي من أحياء قريش كانت تسكنها قبيلة بني سهم، قبيلة تكرهها قريش بتشاؤمهم وأفعالهم القذرة، فكانوا كثير العدد، وكانت فئة منهم تسمى بالغيالطة التي هي صاحبة الفتن والمعاضل. فبينما عبقري داخل إلى حي بني سهم وهو متشكل على شكل حية، قابل واحد من شباب الغيالطة، فعندما رأى الشاب تلك الحية قتلها على الفور، فمات عبقري. فبعد وفاته ظهر غبارا فوق مكة، لاحظته جل قبيلة قريش والقبائل المجاورة، وتنبأوا على أن هذا الغبار تسبب في أمر كبير عند الجن، بأن أحدا من الإنس قتل أحدا من الجن في مكة. استيقظت قبيلة قريش فوجدت عددا كبيرا من شباب بني سهم مقتولين، قتلوا في الليل دون سماع أي صراخ أو صوت. خرجت قبيلة الجن في الليل للثأر لفرد من أفرادهم، فقتلوا جزءا من بني سهم، فتجمعت كل أفراد قبيلة بني سهم للثأر أيضا من قتلهم، فصدر حكما على أن يقوموا بحمل أسلحتهم بعد غروب الشمس باتجاه نحو كل جبل وواد وخندق، وإذا رأى كل واحد منهم عقربا أو حية أو حيوانا يمكن أن يتشكل فيه الجن يقومون بقتله. فكان الأمر كذلك، فخرجت قبيلة الجن فذهبت للانتقام أيضا، فصارت حرب بين قبيلة بني سهم وقبيلة من الجن. استمرت هذه المعركة لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث سمعت قريش صوتا من أعالي الجبال مكة، فهتف هاتف من الجن فقال: يا لسهم قتلتم عبقريا، فصحناكم بموت ذريع، يا لسهم كثرتم فبثرتم، والمنايا تنال كل رفيع، يا معشر قريش إن لكم أحلاما وعقولا، أعيذونا من بني سهم فقد قتلوا منا أضعافا مضاعفا، فادخلوا بيننا وبينهم بصلح. فسارت معاهدة سلام بين الغيالطة والجن التي سميت معاهدة الغيالطة قتلت الجن. الجن كائنات حقيقية ومذكورة في القرآن الكريم،
فمن الممكن أن الإنسان قد يرى الجن وهو متشكل وليس على شكله الحقيقي، فإثبات هذا الشيء مروي عن الصحابة رضوان الله عليهم وفي سيرة ابن هاشم.